في كانت حرب معنا في شمال الشمال في محافظة صعدة، وعندنا كانت مشاكل في المحافظات الجنوبية تسمى يعني بالحراك الجنوبي. ولهذه الأسباب ما مشتش الانتخابات، والخلاف الدائر بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللغة المشترك. أتت الأحداث الأخيرة في التغييرات التي حدثت في تونس ومصر، بدأت الأحزاب أن تمشي مع هذا التيار ووقفوا الحوار معنا، عرفوا أسلوب جديد لتغيير نظام الحكم. نحن كنا نبحث معهم دائما أننا عندنا حلول ولا يجب أن نقفز عن الواقع. حتى وصلت الأمور إلى الاعتصامات، اعتصامات يعملها الحزب الحاكم واعتصامات تعملها أحزاب المعارضة، وكل واحد يظهر قوته في الساحة. مع الأسف التركيبة القبلية، الواقع الثقافي، شعب مسلح يختلف عن مصر وعن تونس. صحيح هم يقولون احنا معتصمين واحنا اعتصامنا سلمي، بس الأسلحة بجانبهم مطروحة احتياط. كل الأطراف، حتى أنها وصلت الأمور إلى تفجير الموقف وقتال، وهذا الذي كنا نحذر منه، أن واقعنا لم يوصل بعد إلى واقع الديمقراطية، إلى واقع المدنية. ونعرف أن الشعب كله مسلح، وأنه ربما تؤدي إلى كارثة، ومع الأسف وصلت إلى ما حدث في مسجد الرئاسة آخر لحظة في رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والحكومة. Mr. Vice President, you've seen President Saleh, you've seen his injuries. How bad are they? سيد نائب الرئيس، أنت رأيت الرئيس بعد العملية، كيف الجروح التي عليه؟ أنا رأيته بعد الحادث مباشرة. الحادث هو كان حروق في الوجه، حروق في اليدات، بعض الحروق في الصدر، وفي يعني عود من الخشب دخل هنا بين الأضلاع وتم إخراجه. و تم نقله إلى هنا إلى المستشفى، وأنا جيت وزرته وشفت رئيس مجلس الشورى وبقية الجرحى من الحكومة، واتصلت إلى السعودية على أساس يرسلون طائرة إنقاذ طبية، طائرة إسعاف طبية، ميديكال ايركرافت، ووصلت إلى هنا ونقلنا رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشورى ونواب رئيس الوزراء إلى السعودية. الرئيس ما راحش معهم.
وطلبت من السعودية وصول أطباء لمعالجة الرئيس. وصلوا الأطباء إلى صنعاء، وفي اليوم الثاني تقابلوا مع الرئيس وشافوا صحته، وقالوا الأطباء هنا أنه لا توجد في اليمن إمكانية معالجة الحروق، وأنه يفضل أنه ينقل إلى الرياض. طلب منهم الرئيس مطلوب يعني أن يجونا يأتوا بمعدات طبية لمعالجة الحروق. قرروا الأطباء هذا لن يكون إلا في الرياض. وفي مساء اليوم الثاني وافق فخامة الرئيس بالذهاب إلى الرياض، وقد كانوا الأطباء على صح في قرارهم الذي اتخذوه، والآن يعني الحمد لله صحة الرئيس تحسنت كثير وتتحسن كل يوم أفضل، ونحن منتظرين أنه يلقي خطاب إلى الشعب من الرياض، يعني بيلقيه عبر التلفزيون، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى اليمن. All the indications are this was a well-planned inside job assassination attempt against the president. What are your investigations revealing? كل المؤشرات أشارت إلى أن العملية كانت من الداخل. التحقيقات التي أجريتمها ماذا أسفرت؟ أنا كانت معي مكالمة في كانت معي مكالمة مع جون بيرنن، معاون الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب. اتصلت به وطلبت منه فريق فني يأتي يعمل فحص على مكان الحادث، وعملنا طوق على مكان الحادث حتى يجوا متخصصين لفحص هذا الحادث. طبعا هو أرسل يعني فنيين وهم الآن يشتغلوا، وبكرة بيصل 2 فنيين آخرين من FBI تابعين لهذا الفريق، وإلى الآن لم نستلم تقاريرهم. But what about your investigation, Yemen's investigation? The indications are this was an inside job. It was planned. This wasn't rockets. These were bombs inside the mosque. ولكن ماذا عن التحقيقات اليمنية على الجانب اليمني؟ التحقيق الذي أجراه الجانب اليمني، المؤشرات تشير إلى أن العملية كانت من الداخل وليس صاروخ قادم من الخارج، عملية من داخل. لا نقدرش نحكم بهذا، يعني ما نقدرش نحكم به بالضبط. هو انفجار داخل المسجد صحيح، ولكن عمد فكه في المسجد خارجية، أوجد فكه خارجية في المسجد. هل هذه الفكة دخل منها صاروخ، أو هذه الفكة هي رياكشن حق الانفجار؟ اللي فهمته من العسكريين الأمريكان أنه هذه مادة فوق جاس، وأن هذه المادة يعني هي متخصصة لرمي المباني، يعني هي تقتل البشر دون ما تكسر المبنى، ما تكسرش المبنى نهائيا، هي تعمل حروق في الجلد. So this was a specific attack on the president directed at him to kill him. هل هذا الهجوم هو هجوم محدد مباشر على الرئيس نفسه؟ على الرئيس والطقم القيادي حقه. On the president and the leadership.